السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بكرة المدارس يا جماعة وهنرجع للمدرسة تاني. حبيت اوريكم الاجواء كده في الشوارع بتاع المدرسة، وكمان تحضيراتنا للمدرسة، وهوريكم انا واحمد عملنا ايه قبل المدرسة بيوم، وهوريكم احمد وهو بيحلق وحاجات كتيرة جدا، وتحضيراتنا لشنطة المدرسة وخدنا ايه معنا في الشنطة. فخليكم معنا لاخر الفيديو. انا حبيت بس في الاول كده اول الفيديو اوريكم الاجواء في الشوارع. كنت نازلة اشتري بس شوية حاجات. الدنيا زحمة جامد، زحمة على المكتبات وعلى المحلات اللي بتبيع اللانش بوكس والزمزميات وعلى الملابس وعلى المخابز. كل حاجة كانت زحمة اكن صباح العيد بالظبط. ربنا يفرحنا كلنا ويبقى عام سعيد علينا كلنا ان شاء الله. حتى كل حاجة كانت زحمة، الملابس كمان كانت زحمة. زي ما قلت لكم عشان صبح المدرسة بقى كله بيستعد، وهوريكم برضو في اخر الفيديو احنا عملنا ايه. هنا اول حاجة احمد راح للحلاق زي ما انتم شايفين كده، شعره كان كنابيشه، فهوريكم عمل ايه. عمك اسلام رواقه. نعم بند عليك يا عم، يلا عشان نوصل شغلات الشغل عليك. هنحطها على الشارع برضه. برويز خلينا احمد نطلع بس بقول لك بقى عاملين هنا لايك. ماشي يا اسطى، لا التليفون هعمل لك لايك ونيجي ننشر فيديو على التيك توك. ماشي انا وانت بس مش عايز حد. بص يا اسطى، شيل الشعر بقى اللي في وشه ده. استنى يا احمد خليك. ارفع رايك مني مش هتفضل كده فورت. اما بقى كده مساء ما بتنساش ما بتنساش استاذ اليوم استاذ. معلش معلش سنة وانتو طيبين. انا بقى حلقت النهاردة عشان مدايس بوتيا، ومش هنلحق نحلق بوتيا عشان ادي من مدياسة يعني ذاتي، وماما تتبلي الوادي وكده يعني زي ما انتم عارفين، عشان اما دي من مدياسة انتو نشاطين وننتح ان شاء الله. قول انت عسل، وريني بقى الحلقة بتاعتك دي كده اتضير، ولسه ما حطش كريم على شعر ولا اي حاجة، ولسه واخد دش دلوقتي يا جماعة، حلقة عند الحلقة ولسه جاي بقى. يلا نحضر شنطتنا وحاجتنا. يلا يلا بينا الشنطه لاحمد. شوفي بصي بقى، اقول لك ايه، شيل دي في مقص هنا على الرخام روحيته عشان نقطعه بسرعه. اوكي اول حاجه يا جماعه اهو هنضرب الشنطه زي ما احنا قلنا لكم. خد يا عم التيكت بتاع ده هنا تقريبا، اوعى تشدوا تقطع الشنطه اهو. بص اهو حطوهم هنا في الاخر لما نشيلهم بقى. بصوا انا من ساعه ما جبنا الحاجات دي وانا حطيتها كده بصراحه المال يعني ما رصيتهاش في المكتبه، فانا هحاول اطلع له الحاجات. بص المقلمه دي انا هحط فيها حاجه، هناخد ايه؟ تعالى يا احمد. بص دي كشاكيل انجليزي، كراسه انجليزي، هياخد واحده بس كراسه انجليزي. بص دي كام؟ ثلاثه. بص كراسه انجليزي المقلمه. بص انا هحط لك المقلمه خليها جنبي كده. بص يا احمد واحده واحده يا احمد، تاخد واحده بس انجليزي. لا سيب دي بس دلوقتي، تاخد محمد صلاح ولا في الشكل ده. بصيلي بصيلي بس ماشي، تاخد الشكل ده وفي شكل كمان اهو. ماما بصي وعيني اشتري بس ده وده وده. هتاخد ايه بقى؟ دومن الاثنين دومن بس. طيب ودي كمان. بص انا هعمل بليت. بص انا هختار واحده واحده انجليزي. انا ما قلت عشان ما احطش الحاجات ما رصيتهاش. اختار اثنين، خد اثنين. هتاخد لا خد واحده انجليزي بس، لما المس تقول لك بقى نبقى نشوف هيبقى عايزين ايه. خد دي ماشي بس بسرعة، عايزين بقى بسرعة بسرعة كده. خد قلم، طلعك قلم من دول. اي قلم حتى ينفع القلم ده؟ لا لا سنون، لا سنون لا. وده لما بتستلم الكتب ان شاء الله نبقى نجلدها مع بعض. خد مسطرة ولا عايز
الاسود حلو. الاورنج برضو جميل. تاخده؟ لا لا خلاص، هو اللي اختاره يا جماعه. بصوا اختاروا اهو الحاجات اللي تختاروها اهو اهو في الاخر خالص، نبقى نحط في المقلمه. خد مسطره ماشي. هناخد ايه تاني؟ خد كراسه اهي، دي كراسه حساب بخط انجليزي وحساب، فاضل لك كراسه عربي كشكول عربي. تاخد ده مسطره؟ تاخد ده يا ماما؟ مش بحب بتاع الزهور يعني. الزهور في حاجه كمان، مصحف اهو جزء اعمى عشان الناس تبقى تحفظ. خلينا بسرعه بس كراسه رسم. استني بقى، انا هاخد محمد صلاح. هتاخد محمد صلاح؟ اتفضل. خد دي، ده عربي وبس كده يا احمد. عربي بص الحاجات بتاعت الالوان كده لما الناس تقول لك اللي هي عايزاه. ماشي. ايه تاني؟ نديله ايه تاني يا جنى؟ برايه واستيكه. ده بتاع الامتحان. سيب انت اصلا في سنه اولى يعني مش هتمتحن. خد استيكه. فين البرايات بقى؟ هاني يبقى كده انت خدت ايه بقى؟ برايه. ايه ده مختلف؟ ايه ده مختلف؟ ايه تاخد الجيتار؟ ماشي هاخد الجيتار. ولا ده ولا ده؟ لا هاخد ده. خلاص خد الجيتار. هاخد الفكره دي حلوه. هو حر بقى؟ هو حر في اللون الازرق لو عايز. ايه ده ايه ده؟ استني هو ايه ده؟ دي كانت بلاستيك. ايه اتفضل بقى، ترص شنطتك انت ولا ساعدك؟ لا انا هرص. طيب خد افتح دي. خد بقى زي ما قلت لك. بصوا يا جماعه، اديته كراسه عربي وكراسه حساب وكراسه انجليزي ورسم. بصوا كراسه رسم والجزء عشان القران. هات بقى دي، حط فيها قلم. محدش ياخد قلمه كتير، هو قلم واحد حلو قوي. اصبر اصبر. وبرايه واحده بس واستيكه واحده. خد بقى افتح دي المقلمه. في المقلمه ماشي اهو. والمسطره تقريبا هو مش عارفه بقى يستخدم المسطره ولا لا. لا يا ماما ما تدورش دلوقتي، خلاص خلي المسطره عشان هم اصلا مش هيستخدموها. دي مقصطر جاي بدل ما يكسر اهو. في حاجه ثانيه هتتاخد؟ في جيب من ورا اهو يا احمد اهو كده. ده في جيب في الشنطه اهو. حط فيها حاجتك. لما تستلم الكتب بقى نبقى ندبس لك بقى حاجتك ونظبطها. ندبسها اسمها ايه؟ نجلدها. نجلدها. انا من المنظر انا نفسي عايزه ارصهم، عايزه اجيب اروح ارصهم في المكتبه، بس بصراحه ربنا تعبنا اصلا دلوقتي الصبح بقى. هرص الحاجات دي عشان ابقى عارفه كل حاجه. واللانش بوكس الزمزميه ما فيهاش ميه، انا غسلتها كويس قوي، غسلتها له بس لسه بقى. اللانش بوكس عايزه بغير. بص هندخل دي المطبخ يا احمد، دخلها المطبخ عشان اغسلها والصبح ان شاء الله احط له فيها الاكل. ماشي. يا جاي معاه شوكاوس كده؟ دي انا غسلتها. لا احنا شفناها بقى قبل كده. دي بقى انا غسلتها وحطيت له فاهمين، وحطيت له في الثلاجه. والصبح ان شاء الله بقى احط له الزمزميه واحط له حاجه. احنا دلوقتي بنحضر شنطه المدرسه ونحضر بقى ايه حاجه في المدرسه. تعالوا بقى نحضر اليونيفورم ونظبطه ونكويه. بصوا يا جماعه دلوقتي بقى احضر اليونيفورم لاحمد. انا جبت بقى الترابيزه دي اسهل من ترابيزه المكوى. الترابيزه اللي عندي دي اروح جاي حط عليها بقى فرشه كبيره كده واروح جاي كوي عليها بقى في ثانيه في ثانيه، احسن من ترابيزه المكوى. وافردها واعملها يلا بقى. واروح جاي حط المكوى كده زي ما شايفين، وظبطت له بقى الدنيا. كويت له البنطلون بسرعه بسرعه كده. البنطلون الجينز ما بتاخدش وقت في الكوي، حلوه في الكوي على فكره. اصلا سنه اولى الميز بتاعته وقالت لي عشان هم احنا عارفين ان هم يعني صغيرين ممكن يستغلوا لهم كل يوم، فقالت لي ممكن يلبس ايه اي حاجه. فانا هوديه بالطقم ده بكره وكل يوم بقى ايه هوديه. يا جماعه دلوقتي انا حضرت عادات المدارس عشان نصحى الصبح بقى لما نقعدش طول شويه نجيب الحاجات ونحط الحاجات ومش عارف ايه وايه وايه. بقى حطيتهم كده عشان اصحى الصبح بقى اشوفهم مخطوطين والبسهم بقى، وبعدين نروح المدرسه وبعدين بقى. يا جماعه دلوقتي انا حضرت حاجتي ويلا بينا بقى على 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 النوم عشان نصحى بدري بقى ونروح المدرسه. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. باي. بس بلاش الحركه الرخمه دي. حطهم بقى هنا بقى ويلا على النوم. يلا على النوم عشان تصحى بدري. يلا يا احمد.